أدخل. أهلا 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 يا صفرود، اهلا بيك يا فندم. الحمد لله على السلامة، الله يسلمك يا فندم. اتفضل. أخبارك نصها كويس ونصها وحش. المهمة اللي قمت بيها كان ليها نتيجتين، نتيجة مباشرة ودي نجحت فيها وأنقذت وردة من الأكل، والنتيجة الغير مباشرة اللي ما نجحتش فيها هي القبض على تجار المخدرات في البطنية. المعركة بالنسبة لي لسه ما انتهتش يا فندم. لا 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 لا، انتهت، انت انكشفت، وعشان كده انا هعين ضابط تاني يكمل مطرحك. لا يا فندم، أرجوك، دي مهمتي ولازم أخلصها. تخلصها ازاي اذا كنت انت ما تقدرش تخش البطنية تاني؟ البطنية هي اللي تطلع لي بره يا فندم، من خلال وردة. شفت الضنا غالي ازاي يا براي؟ لما تشوف ولادك بتتقتل، وانا اشوف السكينة اللي اتذبح بيها ابني، واشوف هدومه ملطخة بالدم. ابنك عرفت دلوقتي حرقة القلب يا براي؟ ابنك بس انا عندي اللي يطفي نار قلبك وقلبي ويولع قلوبهم. أدهم. أيوة أدهم، دلوع جده ووحيد أبوه. لا يا وردة لا، ما تبقاش جبان يا برعي. أنت ولادك كانوا هيبقوا دكاترة قد الدنيا، ودي أدهم دخل الحقوق وأبوه عايزه يبقى وكيل نيابة. الدكاترة ما بقوش دكاترة، وكيل النيابة مش هيبقى وكيل نيابة. ده شيء فظيع، مش أفظع من اللي عمله فينا. لا يا وردة لا، أنا طول عمري بحبك. ابعدي عن الدم، ابعدي عن البطنية والمصايب اللي بتحصل فيه. ما تلطخيش إيديكي بالدم، أنا خلاص إيديا اتلطخت، لازم أكمل المشوار. بس يطلع فتح العقد من السجن. وانا لسه هستنى لما يطلع فتح العقد من السجن. مش هيتأخر كتير. بالله بالله اديني ما اعطاك الله، ربنا يجعل بيت المحسنين عمار، الله يفتحها عليك يا بيه. عاجز ومسكين، الله يخليك، الله يفتحها عليك يا بيه. بيت المحسنين عمار. الو، الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين.
نورت البطنية. أنا أنا واحد من الحشاشين. بأنيك بسلامة الرجوع. متشكر أوي. إيه؟ أختنا؟ اخرس يا كلب! إذا مش مصدقني تقدر تروح تشوفها بعينيك مع خليل اللي بقاله سنين ما قرطاسك انت وابوك. بس انا كده بقى خلصتكم الفضيحه دي. خدمه انسانيه ليك وللمعلم الكبير. وعشان ما تتوهش هدلك على العنوان. عملها برع مفيش غيره. احنا لازم ننتقم منه يا ابو. انت قلت ايه في النيابه؟ ما اتهمتش حد طبعا. ولا انا هتهم حد لحد ما اتاكد. وبعدين هيبقى لي كلام. هنقول ايه في الحارة؟ أشراف طبعا. هنقول إن صفية كانت متجوزاه. متجوزاه من ورانا. هنقول إنه طلبها منك وأنت ما رضيتش. زي ما أنا طلبت أتجوز وردة. وانت برضه ما رضيتش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده ايه الجمال ده كله؟ كله من خيرك يا برعي. خيري ده ايه؟ انت لسه شفتي حاجة؟ لا 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 اكتر من كده ما اقدرش. اما انا بقى عندي لك حته خبر. ايه خير؟ يجنن. خير يا برع. جايالي صفقه حشيش بمليون جنيه. يخرب بيتك مليون جنيه؟ ورجال هيستلموا البضاعه بكره بالليل من البحر الاحمر. عارفه سميت الصنف ده ايه؟ ايه؟ والده. يا حبيبي يا برعي. ده بقى ده هو اللي هيطير رقبة أبو العقدية. طب قولي يا برعي الصفقة دي جاية منين؟ منين؟ وجاية ازاي؟ مش وقته بقى وردة. مش وقته. أنا هنزل مشوار بعد الحفلة دي. مشوار صغير أحط فيه المليون جنيه وأرجع أحكي كل شيء بالتفصيل. بس انت بقى يلا وردة عشان المعازيم اللي مستنيين يشوفوا القمر. كمون وردة بقى يلا. مساء الخير. اهلا اقدم لكم وردة. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. انا بحسدك على ذوقك يا برعي بيه. كل حاجة بتعرف تختارها. شكرا يا ابو الامجاد. الله يكرمك. بس انا لسه ذوقي ما وصلش للمستوى ده من الجمال. اهلا 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 اهلا.
اهلا اهلا يا مكرم بيه. اهلا بيك يا مرعي بيه. اهلا وسهلا. هقدم لكم بقى مكرم بيه اللي بنسميه ملك المرسيدس في عالم السيارات. اهلا وسهلا. والله يا مرعي بيه اذا كنت انا ولا مؤاخذه يعني ملك المرسيدس زي ما جنابك بتقول، فالفضل يرجع في مملكتي دي كلها الى اخويا وحبيبي وصديقي عمي بيه سليمان. أهلاً. عز صديق لي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صديق صديق بقى صديق انا كمان يا عمي. تشرفنا. اهلا وسهلا. عوني بيه سليمان من شباب مصر اللي شرفونا في المانيا. ما شاء الله. يعني مؤاخذه ايه بزبس مان. وهو بقى ايه صاحب الفضل عليا في كل اشغالي. يا راجل ما تقولش كده. تصور يا ابو رعي بيه هو اللي وداني شركه مرسيدس هناك وعرفني بيهم وخلانا سمنا على العسل. اهلا ما شاء الله ما شاء الله. تعال يا ورده. ما شاء الله ما شاء الله. اقدم لك مكرم بيه وصديق وعوني بيه. اهلا وسهلا يا سهلم. اقدم لكم صاحبه البيت وصاحبه الدعوه ورده. اهلا وسهلا. اتشرفنا. ورده حضرتك تقصد ورده الحفله طبعا. يا عيني على الغزل الدبلوماسي. لا ابدا، بس اصل حضرتك شبه انسان عزيز عليا قوي. ارجوك اعتبريني هو. شايف عمرك قوي. هو حضرتك لسه واصل من المانيا طازه؟ طازه؟ لا انا لسه نازل من على الفرن. بذمتك يا برعي مش شبه سفروت؟ زي ايه؟ سفروت. طب استاذن انا بقى. استاذن ديارك يا عمي. وبعدين انا بهزر معاه. طب انا كمان بهزر. من عند سفروت. سفروت؟ عايزك حالا، تسمحي تيجي معانا؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ بقول لحضرتك من عند سفروت. طب امشي اخرج بره انت هو الاحسن، اصوت والم عليكم العالم. بأمرت مكان عندك هنا في الحفله وساب البيبه. ادخل. مش احنو ده الجهن حد تنزبط. ايه ده؟ يخرب بيت مدلتك. فضل اسمع. بقول لك سفروت تقول لي المانيا وعربيات. اكلايش بقى يا وردة؟ هنعمل ايه؟ قولك يا ورده انا عايزك تسمعيني كويس. هتقول ايه تاني؟ ما انت قلت خلاص. انا لسه ما قلتش حاجه. اللي جاي اهم من اللي راح، عشان كده بقولك اسمعيني كويس يا ورده. ايش كمان؟ اخر مره شفتك فيها في البطنيه قلتلك حياتك في خطر. دلوقتي بكررها لك تاني، حياتك لسه في خطر يا ورده. ما تخافش علي، انا عندي اللي يحميني، المعلم برع على السن والروم. برع مش هيحميكي. لان برع عاوز اللي يحميني، اذا ما كانش من العقديه يبقى مننا، لاننا مش هنسيبه يا ورده. واشمعنى برع؟ كلهم احنا وراهم كلهم، وانت اللي هتساعدينا. انا
وانا في ايدي ايه؟ ده انا ولاي غلبان. في ايدك حاجات كتير يا ورده. في ايدك برعي. برعي دلوقتي بيحبك بجنون. مستعد ينفذ لك اي طلب تطلبيه منه. وانا عارف ايه الطلب اللي انت عايزاه ينفذه لك. عايزاه ينتقم لابنك اللي قتلوه العقدية. صح. انا عايزك تنتقم لكل ضحايا المخدرات. تبقى قدمتي خدمه للبوليس وللبلد وللناس كلها. انا؟ ايوه انت يا ورده. طب عايزني اعمل ايه؟ تجيبي لي كل اخبارهم اول باول. هو انا هعرف اخبارهم ازاي؟ قلتي لي ازاي؟ كل يوم هكون موجود في اشاره مرور كوبري الجلاء. طب وهلاقيك ازاي؟ انا اللي هلاقيك. ها؟ قلت ايه؟ قلت سلم لي يا بدنجان. تمام. بلاش يا عم. ايوه بس يا سماحه انا لازم اشوف. انت عارفه كويس ان احنا مالناش ذنب في اللي حصل ده. ارجوك يا ادهم انا خايفه عليك. ايوه سماح بس في حاجات كتير انا عاوزه اقولها لك. هشوفك ازاي؟ مش عارفه يا ادهم. ابعد يا ادهم. اتفضلي سامحني العربيه وصلت. سجنك وضربنا في نص مليون جنيه وشنا اختك وفضحنا. يابا انا بصالح الشغل بصالح المخدرات. وبصراحه بقى انا عاوز اقول لك حاجه ما كنتش ناوي اقولها لك قبل كده. المعلم الناعس مش هيسلمنا بعد كده تمنايه واحده لو ما اتصالحناش مع الكلب ده. عبد الرحمن الناعس قال لك كده؟ ايوه. احنا دلوقتي ما بقيناش في السوق لوحدينا يابا. معلم العقاد يتعمل فيه كده؟ اه يا زمن. زي المعلم العقاد. بعت لك السلامات يا معلم. الله يسلمك ويسلمه. المعلم برع وصل يا عم. خليه يفضل. اهلا 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 اهلا. مساء الخير. مساء الفل. لا مش فل وانت السادق بقى دي ورده. صحيح ورده. مساء الفل يا يا معلم. لما عرفت انه جاي لك قلت دي فرصه عشان اتعرف على سيد المعلمين. ده انت اللي سبت الستات كلهم. تشكر يا معلم. جبت معاكي طرف واحد من القضيه. تعالي بقى لما اعرفك على الطرف الثاني. فتحي المعلم عقاد. تشرفت. مالك قاعد واقف ساكت كده ليه؟ ما تمد ايدك وتسلم. هتلاقي ايد احلى من كده فين علشان تسلم عليها؟ تعالي بقى اقعدي جنبي هنا وعلى وشك فتحة الجلسة. بعد إذنك يا معلم أنا هقعد جنب برا. تعالي يا برا. لسك أنسي يا براي. قلعني يا براي. خير الكلام ما قل ودل. احنا الليله دي قاعدين القعده الحلوه دي علشان ننسى الماضي وعافى الله عما سلم ونفتح صفحه جديده من الاخوه والجدعنه. ايه رايك فتحي؟ اللي تشوفه يا معلم. ايه رايك يا ابو راعي؟ انت عارف معزتك عندي قد ايه يا معلم ناعس. انا ما اقدرش ارفض لك طلب. وعشان نفتح صفحه جديده
هطلب منكم انتوا الاثنين تقوموا تاخدوا بعض بالحضن. الله الله الله، ما تقوم يا فتحي، وانت ما تقوم يا براعي. وعشان خاطر الورده اللي معانا عايزكم تفوتوا عليا بكره، جاي لي رساله كبيره قوي قوي وصنف اكسرة، تاخدوه تقسموه بينكم بالنص، عرجون للصلح، تعيش يا معلم. ما بتردش ليه؟ ها؟ سرحان في ايه؟ ولا ورده خبطتك في دماغك؟ مين؟ أنا فتحي. فتحي مين؟ فتحي هادي وردة. أكدب عيني ولا سرتاح؟ ممكن أدخل؟ يا ندامة، اتفضل. ده أنت ابن العقاد الكبير وجوز بنت الناعس الأكبر. عن اذنك اما اغير هدومي لحسن ما يصحش اقعد بقميص النوم مع راجل غريب. استني يا ولد. ياه، ما تستهدى. انا من ساعه ما شفتك مع برعي عند الناعش وانا السكاكين بتقطع في قلبي. بعد الشر عليك يا فتحي من السكاكين. هيبقى انت وابنك، ابنك اللي قتلتوه بالسكاكين، ولا نسيت؟ حاجة واحدة بس ما نسيتهاش يا وردة، الحب الكبير اللي بيننا. ياه، انت لسه فاكر؟ ده عمر طويل قوي. لو كان ابننا لسه عايش كان زمانه بقى يا دوب كده قد ابنك ادهم. وانا بلاش نجيب سيرة ادهم، ده ابن الاكابر واحنا ولاد الغرز. الله يسامحك بقى يابا، هو اللي فرق بيننا ومرضيش اننا نتجوز. وانت مشيت وراه ليه؟ خلاص بقى يا ورده، اديكي شفت اللي كان بيني وبين برعي قد ايه، ومع ذلك النفوس اتصافت وكل واحد نسي. لكن انا ما نسيتش. ورده خلاص، انت عايز ايه بالظبط من رجلك ولا دوران؟ ورده عاوزك تنسى الايام الوحشه ونرجع الايام الحلوه تاني. سلم لي على البتنجان. طب والراجل اللي معايا عامل فيه ايه؟ ده بيتمنى تراب رجلي. مش شايف العز اللي معيشني فيه؟ ده ما بيهونش عليه اتعب ولا شيل الياسمينه من على الارض. بس انا فتحي، فتحي يا ورده، اللي السنين دي كلها ما قدرتش تخليه ينسى حبه ليكي. وانا كمان السنين دي كلها ما قدرتش تخلينا ننسى اللي عملته فيا. لا حبك ولا حب غيرك هيقدر يطفي النهر اللي في قلبي. اخرج بره، اخرج بره. وردة
مين اللي شارب السجاير دي كلها؟ انت ما بتدخنيش. بتخنيني يا ورده؟ الكلام اللي بتقوله ده يا برا ده مش واحد غريب، ده ابو ابني. مين ابو ابنك؟ فتحي العقاد جه هنا؟ ايوه. ازاي تدخليه هنا؟ يعني عايزني اطرد ابو ابني؟ دلوقتي بقى ابو ابنك؟ اي دراع اوعى. مش هو ده اللي مرضيش يتستر عليكي ورماك السنين دي كلها؟ هيصلح غلطته. انهي غلطة فيهم؟ هنجيب غيره. وانا وردة؟ انا اروح فين يا وردة؟ ده انا بحبك يا وردة، انا بحبك يا وردة. الله يا برعي، فتحي هيتجوزني. انا مستعد اتجوزك، اتجوزك من بكره، اتجوزك الليله. بس انا ما اخدش حد على دور. وانت عندك دورتين. اللهم حرام، ده انت عندك بنت من واحده وولدين من التانيه. يهدم ماتوا، قصدي اتقتلوا. ما اللي قتلوهم هم نفسهم اللي قتلوا ابنك، اللي دلوقتي نسيتيهم فتحي وابوه اللي عايزه تتجوزيه. انا ما نسيتش يا برعي، انت اللي نسيت ورحت حطيت ايدك في ايدهم وتصالحتهم. لا، متهيألك اني نسيت. دم ولادي ما يتنسيش ابدا، ولا دم ابنك يتنسي ابدا. ما قلتلك كده من زمان، انت اللي مرضيتش. ايوه اتفرج. ضربوني يا والده. هما مين دول اللي ضربوك؟ ضربوني في مليون كده. هما مين اللي ضربوك يا بورع؟ هيكون من غيرهم. العادي يا والده، العادي يا والده، بس يا بورع بس. يا ما قلتلك ما تحطش ايدك في ايد العالم دي. رايح تتصالح معاهم، دول كلاب، كلاب يا برعي. بس يا برعي بس. انا خلاص ورده. هتعمل ايه؟ هخلع ايدي من ايدين العقديه واحطها في ايديكي. يعني ايه؟ هنتيم. ازاي؟ عقد الادم يا حبيبي يا برعي، يا حبيبي يا برعي. دي الحاجة الوحيدة اللي هتطفي نار قلبي وقلبك. بس ازاي؟ ده ما بيروحش في حتة الا وحواليه رجالة مسلحين. جهزالك يا معلم، الفكرة في نفوخي، بس كنت مستنيه نفوخك معايا. انا معاك يا ورده. بنتك سماح. مالها سماح؟ ما حدش بيشوفها ولا عادت بتشوفه، لكن لسه بيحبها وبتحبه. انت عايزه تقولي يا ورده؟ عايزه اقول ان لو اديته معاد
هيهرب من كل الحراس اللي معاه وهيروح لها. لا لا، بنتي ما تجيش رجليها في مصيبه زي دي. بنتك ولا هتروح ولا هتيجي. ادهم اللي هيروح. الو ادهم، انا الهام زميلة سماح في الكلية. اكيد سماح كلمتك عنه. انا واحدة من اعز صديقاتها، هي دايما تحكي لي على قصة حبكم. هي كانت معايا النهاردة وطلبت مني ان اكلمك واقول لك انك وحشتها قوي ونفسها تشوفك. سماح قالت لي كده؟ ايوه، بتقولك هي عايزة تشوفك ضروري الساعة 5 النهاردة. هي هتحاول تهرب من الحراسة اللي حواليها، وانت كمان لازم تيجي لوحدك. طيب طيب، متشكر قوي. من فضلك قولي لها اني هاجي لها في الميعاد. استناه الساعة 5 بالظبط. قلت لك ما تكركريش سماح في العملية دي. دي اللي هتكون مستنياها الساعة 5. خد. فيه 6 رصاصات. لو عرفت تخلصهم كلهم في جبتته تبقى ماجدة. من عناية حاضر. عارف المكان كويس؟ عارف. اتكل. ده احسن وقت للتنفيذ. انا هنزل حالا على المعلم الناعس عشان ما يبقى ليش اي علاقه بالموضوع ده كله. لو اي حد اتكلم يبقى حد الله. انا كنت مع ابوه عند المعلم الناعس. ملعوبة يا براعي. كنت بخير يا روحي. مع السلامة يا حياتي. بسلم لي على المعلم الناعس فتح العقاد وقول له الباقية في حياتك. كده انت قمت لابني. ودلوقتي هنتقم للبطنية كلها واخلصها من شره. شاليه الناعس طريق اسكندرية الصحراوي الساعة 5.
الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. انت عارف يا فتحي ان كلمتي شرف والراجل بيتربط من لسانه. عندك العيب يا معلم، بس ايه لزوم الكلام ده؟ ما احنا الحمد لله اتصفينا. يا سيدي برعي بيتهمك انك لحست الصلح وبلغت البوليس عن العمليه الاخرانيه. انا يا معلم؟ ده كلام كبير قوي يا برعي وما انتش قده. لا بقى انا قده ونص ومالي ايدي منه قوي يا ابو ادهم. يبقى رجعت لطبعك تاني يا برعي وناوي تسوق سمعتنا عند المعلم الناعس. اقعد انت اهو، اقعد يا برعي، اقعد يا فتحي اهدي. اقسم لك بايه بس يا معلم؟ طب وحياة ابويا وحياة ابن ادهم؟ ما ليا دعوه باللي حصل ده، لا من قريب ولا من بعيد. فاهم الكلام ده يا برعي؟ امال هيكون مين بس يا عالم؟ يمكن حد عمل ملعوب ده وبلغ البوليس. حد الله، ما حد عملها غير العقديه. نصفي النفوس من تاني. نصفي يا معلم؟ دول مليون جنيه. انا عندي فكره مش هتخلي حد فيكم يخون التاني بعد كده. امر يا معلم. تناسبوا بعض، ادهم ابنك يتجوز سماح بنت. بعد اذنك يا معلم انا مش موافق. موافق ليه؟ اللي اعرفه ان البنت والولد بيحبوا بعض، والحلال ما فيش احسن منه. ما اقدرش يا معلم ناعس، ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ ايه السبب؟ برعي يعرف السبب كويس. ايه السبب يا برعي؟ ورده يا معلم. تذكر ورده في الجوازه دي؟ هو بقى يقول لك. ما تتكلم يا فتحي. ما خلصكش إن إن إيه؟ ما تتكلم. إن أم ابني تبقى معاك يا حمام. أنا مش فاهم حاجة. دخل وردة بأم أدهم. وردة هي تبقى أم أدهم يا معلم. ده سر قديم أوي يا معلم. يا ريت يفضل في بير. الكلام ده صعب قوي يا فتحي. انا هريحها يا معلم وهتجوز ورده، بس لما الجو يروق. وهيروق. اداك العيب يا برعي، وانا من ناحيتي بحضر لكم هديه الجواز اللي وعدتكم بيها. تفضل. صنف جديد ما نزلش السوق، هسميه الصلح الاخير. هو فعلا كده يا معلم ناعس. عبد الله، لا يا برعي فلوس بالظبط كده. فاكرني يا فتحي؟ منور يا معلم ناعس. نكمل القعدة عندنا بقى. أهلا. تمام يا حضرة الظابط. تمام يا حضرة المرشدة. وأنا كمان. تمام. لما هتعرف الخبر اللي عندي هتبقي تمام قوي. امال لو تعرف بقى الخبر اللي عندي. عرفتي؟ لا. هو انت عرفت؟ اقول لك ولا تقولي انت الاول؟ اقول لك؟ لا قول انت الاول. ابنك عايش يا ولد. انت بتقول ايه؟ ابني انا لسه عايش؟ مش معقول يا احمد، مش معقول.
وكلمتيه. وكلمته؟ هو مين؟ هو مين يا احمد؟ ادهم يا ورده، ادهم. ابني بقى ادهم يا مصطفي، ابني بقى ادهم. مش معقول يا احمد. ايه يا ورده؟ هيقتلوه؟ لا مش هو، انا اللي هقتله بإيدي. مصدق مرة واحدة، اسمعني مرة واحدة.